ولسه مكملين مع حضراتكم كده زي ما احنا بنتكلم بقالنا كذا جمعه عن يعني اهميه الاجازه دي. الاجازه دي احنا ازاي نقدر ان احنا نستثمرها اصلا مع ربنا سبحانه وتعالى، وازاي نقدر ان احنا نستفيد بيها زي ما احنا كلنا كده بنستنى علشان ولادنا يروحوا النادي ولا يروحوا يتمرنوا او يتفسحوا او اي حاجه، وممكن يكون في غياب اخر ان احنا كلنا يقول لك لا اجازه وقاعدين فهسيب لهم الموبايل ومحدش بياخد باله ايه اللي بيحصل وايه المشكله اللي ممكن يتحط فيها. وبعدين بنتفاجئ ان هم كبروا وبنتفاجئ ان هم ما يعرفوش حاجات كتير جدا ولا على دينهم ولا عن الاسس اللي المفروض يكبروا عليها. هنتكلم اكتر طبعا مع حضراتكم مع الداعيه الجميل جدا يوسف عادل. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الله يحفظك زي الفل. ربنا يخليك. كله جميل الحمد لله. كله تمام الحمد لله. هنتكلم على الولادنا ويستغلوا الاجازه. حلو قوي، جميله المقدمه بتاعتك ان احنا احيانا ممكن نسيب ولادنا كده ماشيين علشان ايه؟ ياخدوا الاجازه بقى يتبسطوا شويه بقى، تعبانين في المذاكره والدنيا صعبه ونبدا نسيبهم على الموبايلات. وانت قلت حاجه حلوه قوي يا شريف، ما احناش عارفين هم بيعملوا ايه. الحقيقة وهي دي مشكله. المشكله ان احنا مش ضد ان هم، بالعكس احنا بنقول لهم روحوا التمرين وبنقول لهم العبوا رياضه وبنقول لهم اتفسحوا وبنقول لهم اتبسطوا، لكن زي ما قلنا المرة اللي فاتت الموضوع محتاج بس ايه؟ ان احنا نبدأ نركز مع اولادنا. يعني احنا في البداية بس بنقول ايه؟ يلا نركز مع اولادنا. زي ما مركزين في جوانب، في جانب مهم قوي هو ده اللي هيعود لينا طبعا، هم دول الصدقة الجارية اللي باقيين لينا. فما ينفعش ان احنا نبقى عدينا اول اسبوع عدى، ده الاسبوع الثاني. طب يا ترى الاسبوع الاولاني قعدنا كده الاب والام قعدوا في البيت بدأوا يقيموا اخبار ولادهم ايه الاسبوع اللي فات؟ يعني استفادوا ايه؟ لعبوا تمرين رائع، طب هم افضل في التمرين، طب الولد نفسه كويس وهو بيتمرن ايا كان بقى كوره سباحه ايا كان اللعب اللي هو بيلعبها ولا يعني. شوف احنا هنتكلم في حاجه تانية خالص عشان تعرفوا ان الدين بتاعنا بيعيشنا في كل الحياه، احنا الدين ما بيخليناش نبقى منعزلين. طبعا. ولا انتوا النهارده شاغلين ان هم قاعدين بياكلوا اكل مش صحي وما بيلعبوش رياضه، فبالتالي يعني وهو بيجري نفسه مش كبير كده وبيساعده ان هو يلعب، ولا ايه الاخبار؟ فهل متابع ده؟ طيب متابع ابنك بيتفرج على ايه وبيستفيد ايه، ولا قاعد بيتفرج على اي حاجات على السوشيال ميديا وقاعد بياخد منهم كلام، وانت بتلاحظ ان ابنك او بنتك بيرددوا كلام انت ما بتقولوش في البيت وانت مستغرب تقول هو الولد عرف الكلمه دي منين، هو البنت عرفت الكلمه دي منين؟ عرفها من العالم الاخر اللي انت سايبه فيه بدون صح. هو عالم افتراضي عايش الله. عايش فيه. فانت النهارده هل متابع ده؟ طيب اهم حاجه بقى، هم دول الكنز الحقيقي اللي هنسيب الدنيا وهنسيبهم، هم صلوا الفروض الخمسه ولا لا؟ هم حفظوا القران ولا لا؟ حفظوا الفاتحه حتى على الاقل، سوره الله اللي بنقرا بيها اول طبعا في صلاتنا. ابني او بنتي يبقى عنده 6 سنين او 7 سنين ولسه اصلا ما قراش سوره الفاتحه او لسه ما حفظهاش، فهل قيمنا الاسبوع اللي فات وقلنا تعالوا نشوف اولادنا عملوا ايه؟ طيب عدى الاسبوع اللي فات، واحنا دايما من مدرسه ان اللي فاته حاجه قادر ان هو يعملها، وما فيش حاجه اسمها مستحيل. حقيقي. طيب الاسبوع اللي جاي اول نقطه خالص، تيجي نتابع ولادنا في الصلاه. تيجي نشوف ولادنا هم بيصلوا الخمس فروض ولا لا؟ طب لو يصلوا معانا حتى الله، خليهم يصلوا معانا. ما هي دي بقى. طب هنخليهم يصلوا ازاي؟ اي اب او ام هيقول لك طب انا ازاي، طب انا مشغوله. طبعا مشغوله دي احنا اتكلمنا عنها كتير بقى. طبعا فيش حاجه اسمها انا مشغوله عن اولادي، حتى لو انا خارج، حتى لو انا عندي شغل اتصل بالتليفون اتابع فرض فرض، لان مفيش مشروع في حياتنا هيبقى اهم من اولادنا. صح. فبالله عليك يا شريف، يبقى حد مهما كان مشغول، مهما كان شغله، مهما كان اجتماعاته، مهما كان الارتباطات بتاعته، هتبقى اهم من المشروع الرئيسي اللي احنا اصلا موجودين في الدنيا علشان اللي هم اولادنا. فكل شويه نعمل تليفون، ايه اللي صليته؟ عملته ايه النهارده؟ نبدا نتابع بس. فالنهارده زي ما انت بتقول الاب والام موجودين، يلا نصلي مع بعض. اجمل حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان نكلم اولادنا ازاي يصلوا. رقم واحد القدوه. مش عايز في البدايه ان احنا نقول للاولاد تعالوا نكلمكم عن فضل الصلاه، ولا هنقول للولاد هو عقاب اللي ما بيصليش ايه. لكن في البدايه انا عايز ادخلها له مرحله التعود. يعني ايه؟ يعني من هو صغير دايما بقول للناس والله يا شريف هو عنده سنتين خليه يصلي ويقلدك، خده معاك الجامع كده وسيطر عليه. بس سيطر عليه، اهم حاجه انك تسيطر عليه. والله يا شيخ عندي عتاب برضو على بعض الائمه، خلينا اقول مش هيسيطر عليه قوي، يعني خلينا طبيعي أقول بس بس يعني ما الدنيا ما طبعا. لكن النهارده لما الاقي امام كويس بقى انك فتحت الحته دي عشان ببقى زعلان منها قوي. خطبه جمعه لسه قريبه بيقول ايه؟ لولا المجال في خطبه الجمعه
لكن ان شاء الله هنتكلم ان احنا محدش يجيب اولاده خالص اما لو احنا واثقين ان هو هيبقى قاعد وكبير وناضج وفاهم ويبقى ساكت يعني. 100% فهقول ماشي ده طفل. يا جماعه انا عايز اقول النهارده لما الولد يبقى عنده سنتين انا ضد طبعا انه يعمل ازعاج، لكن خلينا نتكلم بكل صراحه واحنا متعودين ان نتكلم بكل صراحه. الناس يعني ما بتقعدش تعيط والخشوع مالي قلوبهم، فالولد الصغير الصوت اللي هيخليه هيبقى خاشع يعني. صح كده رقم واحد. رقم اتنين، لما تعود ابنك من هو عنده سنتين احساس المسجد واحساس انه بيسمع قران واحساس انه بيصلي، هيدخل عنده في العقل الباطن انه خلاص بدا يتعود على الجو ده. بالظبط كده. لكن النهارده نفضل نطردهم ونقول اصل بيعملوا صوت واصل كذا، ماشي نهذبهم بالراحه وبهدوء، لكن ما نقولش ايه نخليهم ما يجوش. نقتدي بقى باخلاق الرسول في حاجه زي دي عليه الصلاه والسلام. كان ينزل من على المنبر يا جماعه يشيل الحسن والحسين ويطلع على المنبر. أيوة بالظبط. ده النبي في خطبه جمعه النبي نزل شاله وطلع طلع. يعني كمل الخطبه مش واحد اتنين يا جماعه. والله الموضوع بسيط يا جماعه، والله كان يتشعلق على ظهر النبي وهو ساجد، ما كانش يقوم من السجده عشان يخليه يلعب علشان يطول ليه، هو دي لعبته الحسن او الحسين لعبتهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ساجد يقوم رايحين متشعلقين على ظهره فسايبهم يفرحوا. يا جماعه ده النبي. فارجوك الولاد الصغيرين هم دول الكنز الحقيقي، لما نعودهم ان هم يروحوا المسجد، لما نعلمهم ان هم يصلوا من سنهم ده، لما هيكبروا مش هنفضل نتحايل عليهم بقى نقول لهم تعالوا المسجد. انا شفت جمله كده يقول لك ما هو دول اللي انتوا طردتوهم وان هم صغيرين. صح. فلما نيجي نرجع تاني نقول كل اسره كل اب وام يبقى في مكان مقدس في البيت ان المكان ده للصلاه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الابن دايما القدوه. فالابن النهارده لو شايف الاب او الام بيهرجوا في قصه الصلاه وبيهرجوا في توقيت الصلاه هو قاعد بيتعلم منك، وخاصه طبعا. ان الام هي اكتر في البيت. فلما يلاقي ان الاذان بيأذن وانت لسه ماسكه الموبايل وانت واقفه في المطبخ مثلا وقاعده بتعملي حاجه حاجه مهمه جدا مش قادره تسيبيها تمام، لكن اول ما الاذان يأذن تقدري لو تقدري توقفي يلا يا اولاد نروح نصلي، انت قدوه بالنسبه له. وهكذا الاب لو موجود النهارده في البيت وشافك قدوه الاذان بيأذن وانت مش في دماغك وما بتصليش فهو هيطلع وهيكبر هيبقى زيك. صح. طبيعي. صح كده؟ ابنك هيطلع زي ما انت عايش، ما قلتهاش بقالي كتير دي، ابنك هيطلع زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. كلنا عايزين اولادنا يطلعوا كويسين، انت عايش ازاي؟ خد بالك هم بيسجلوا بعينيهم الله. من وهم اطفال. طبعا. بيتعلم يعني حتى الطفل ممكن تكون انت اصلا كاب وام عصبيين بس ما بتزعقوش قدامه. ما اعتقدش ان هو هيطلع عصبي من وهو صغير غير لما بدا يشوف ان الاب دايما بيتكلم في الشغل بيزعق او بيزعق مع والدته او كده، فهي نفس الموضوع بالعين بالاحساس بيبتدي الموضوع اعتقد علماء يورث التربيه كده. علماء التربيه قسموا سن الاطفال السبع سبعات. السبعه الاولانيين خالص ان هو بيبدا يتفرج وخلاص هو تلفزيون شغال قدامه. السبعه التانيين بيبدا ايه يترجم التصرفات جواه. تالت سبعة بقى اللي هو بتتكلم من 14 سنة بيبدأ ينفذ حضرتك اللي هو خده. بالظبط. هو كده يعني هو ده العلم. تمام كده؟ فزي ما انت قلت بالظبط كده اللي هو ايه؟ ان هو زي ما هيشوفنا زي ما هيطلع. هيشوفك بتتنرفز هيتنرفز، هيشوفك داخل البلكونة ماسك السيجارة هيدخل البلكونة يمسك السيجارة. الحتة دي مهمة قوي يا طبعا. ابني ما تشربش سجاير دي مضرة، وهو بيكلمه والسيجارة في ايده طبعا. شفتها كتير. ياه طب يعني اضعف الايمان خالص يا اخي يعني ما يعني حاول ما يشوفكش وحاول لو انت خلاص اصلا انا طبعا ضد جدا يقول لك ايه اصلا انا كبرت عليها، اللي عايز يبطل سجاير هيبطلها لو قالها بطل، والعلم اللي بيقول مش انا اللي بقول. فاللي هو ما ينفعش يبقى قدام ابني وانا قاعد قدوه ليه وبقول له كذا. فالشاهد يبقى الاسره النهارده تعالوا في الاسبوع ده نستغل بس السبع ايام دول عايزين ندخل لهم الصلاه لمرحله التعود. فالنهارده يبقى مكان مخصص للصلاه جميل حلو زي ما بنعمل مكان لاستقبال الضيوف، زي ما بنعمل مكان قاعدين بنتفرج فيه ونبقى مبسوطين، مكان نبقى قاعدين حلو كده شيك مصليه حلوه كده حتى لو جزء صغير في الاوضه يعني لو مفيش امكانيه ده مصليتين. انا مش قصدي مكان، انا بتكلم مصليتين مكان كده ركن يعني. واول ما الاذان ياذن يلا يا ام تعالي هنصلي. طب يلا يا اولاد روحوا صلوا مع بعض. طب يلا كلنا نصلي. اصبح الولد ايه؟ التعود. وخلي بالكم كلمة التعود لأن العادات هنا مهمة. أحيانا الناس تقول لك إحنا النهاردة هو لسه ما وصلش لسن إن أنا أكلمه على أهمية العبادة، لكن لما تحوله له العادة وبعد ما يبدأ. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ عرفهم إن هم يصلوا هم عندهم سبع سنين، وابدأ يبقى فيه شوية عقاب خفيف، مش اضربوهم يعني الضرب لا، شوية عقاب خفيف وهم عندهم 10 سنين. فبيقول لك إيه؟ ابدأ خليهم يتعودوا وهم عندهم سبع سنين، ولما بقى عندهم 10 يلا تعالى بقى اقول له خلي بالك الصلاه في ثواب وفي عقاب،
في هنا بقى في نضج بقى اقعد في مخ بقى. تعرف تمام يستقبل منك المعلومه. طبعا النهارده اللي بنعمله ايه يا جماعه؟ انا قعدت مع ناس لسه ما دخلتش مدرسه وبداوا يفهموا وبداوا يصلوا وفاهمين. في ناس بتختم القران يا جماعه من قبل ما تدخل المدرسه ما شاء الله. فالنهارده ما ينفعش وما شاء الله كتير يا شيف. فالنهارده ما ينفعش ان احنا الف ب الصلاه ان احنا طالعين من الاجازه ولادنا مقصرين في الصلاه ما نعمل لهم بنعمل لهم مكافآت كتير صح. انا كل ده بحاول اجيب حلول عشان حلول والله عاديه يعني ما بقولش كيمياء يعني ما بقولش حاجه مثلا ما اتقالتش قبل كده. لكن النهارده نتعب بس يعني نتعب هتلاقوا النتيجه وهتلاقوا الثمر قريب على فكره. فلما تيجي النهارده تقول له ايه اعمل جدول او مامته تعمل له جدول تمام يلا كل ما نصلي صلاه نعلم الاسبوع ده كله بعد ما نخلص الاسبوع في مكافاه حلوه قوي ونعلمه ان احنا مش بنصلي عشان المكافأة ان احنا بنشجعك تحفيز. لان هنا علماء التربية يقول لك دايما ما تخليش الولد مرتبط بالفعل بالثواب وده حلو لكن احيانا بيبقى محتاج في وقت كبير جدا انك انت تبدأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه من اللي يأتيني بأمر هذا القوم وله الجنة ويدي له حافز كمان يقول له خد العصاية دي وقابلني بها عند الجنة انت متخيل وقابلني بها يوم القيامة. كان بيدهم تحفيز تمام. فجميل ان احنا نحفز لكن مش في كل حاجه. فاحنا لما نيجي نهايه الاسبوع يعني احنا لو بنتكلم على الاسبوع ده وخلاص وداخلين الدراسه فلما نيجي الجمعه الجايه قاعدين بنقيم ده انت النهارده ما شاء الله يوم الجمعه اللي فاتت طب السبت طب الحد الاثنين انت رائع طب انت نفسك في ايه او بتحب ايه حاجه بسيطه خروجه اي حاجه هو بيحبها حاجه بسيطه بس هو ارتبط عنده ان المكافاه ده انا عشان خاطر ان انا قدرت. لكن مكافئتك عند ربنا والاب والام يقولوا له كده مكافئتك عند ربنا اعلى بكتير. في احلى من انك انت تبقى قاعد كده شايف ابنك بيحافظ على الصلاه بعد كام سنه وانت خلاص بقى اللي بيحافظ على شويه ثوابت كده في دينه ما تقلقش عليه. بالظبط صح. يعني لما تعلم ابنك الصدق والامانه والله ما تخاف عليه. يعني لما تخليه كده كنا المره فاتت بنتكلم شايف فانت كنت بتكلمني عن اهميه الرياضه ان الانسان لما يشغل نفسه بيلعب رياضه بيبان عليه بعد كده ما بيفكرش بقى ان هو يروح فين السكك التانية اللي كلنا بنكون عارفينها الا لم تشغل مشغول. نفسك بالحق مشغول. شغلتك هي بالباطل. فانت لو مش شاغل ولادك بكده فلما تعلمه ان انت في التمرين بس الاذان اذن فبتلاقي كباتن كده خدوا جنبه وراحوا صلوا خليك انت اللي اطلع اجري وروح صلي معاهم. صحابك هيتريقوا عليك صحابك دول هم اللي بعد كده ان شاء الله هيبقوا زيك يا اما هيبقوا نفسهم يا ريت ياخدوا منتخب الكوره قدوه يعني اسمه منتخب الساجدين سبحان الله مع كل جيل رائد بيتجدد اللقب باشا احنا طيبين واحنا جمال وما كنتش عايز ابدا حتى كمان يعني خلاص الحمد لله الماتش عدى وربنا كريم ان شاء الله وربنا يكبر بخاطرنا في اللي جاي باذن الله في كاس العالم باذن الله. لكن احنا طيبين والناس بتحب ربنا يا جماعه يعني خلينا احنا في تقصير وفي ممكن يبقى شويه الدنيا واخدانا لكن اول ما تروح لواحد كده مشي كده في الشارع وروح لست طيبه او واحد طيب او واحد يا اخي هقول لك في مكان ما بيشرب حاجه معينه مثلا ومش ببرر يعني بس روح قول له ايه لو شفت النبي دلوقتي هتعمل ايه هو ممكن يعيط منك وهو اصلا عامل كارثه يعني هو قاعد قدامك وعامل كارثه احنا محتاجين بس ايه صح. اللي يطبطب احنا محتاجين اللي يقول له طب تعالى لان ربنا بيحبك تعالى لان ربنا خلق الكون كله ليك تعالى لان ربنا اعد ليك الجنه وتعالى ربنا بيقول لك عيش في جنه الدنيا. لو حد قبل كده فهمك ان الدنيا ما فيهاش جنه دي مشكلته. النهارده اللي عايش مع ربنا هو عايش في جنه الدنيا جنه الراحه جنه راحه البال بالزبط. لكن الناس بقى عندها مفهوم ان الشخص المتدين او الشخص القريب من ربنا كانه في عالم تاني صح. كانه في عالم اخر. عارف يا يوسف انا بتعامل مع الموضوع في حياتي دايما لما اجي اعلم ولاد اختي او اي حاجه مش هقدر اقول ان انا قدوه وكلنا فينا عيوب وفينا الثواب والخطا وفينا كل حاجه لكن دايما بقول لهم محدش ضامن. انت ضامنه النهارده ان انا بكلمك ضامنه دلوقتي حالا ان بكلمك ممكن اخش اصلي ما ارجعش ممكن انزل ما ارجعش ممكن انت تتخانقي مع اختك دي قدر الله يحصل لها حاجه. فكان دايما يحصل عارف انت ايه لما بيكونوا مولودين على رؤوس بعض بتلاقي دايما في شد وجذب نفس الموضوع. الناس لازم تبقى عارفه اعتقد الحته دي ان ما حدش ضامن عمره طبعا. انت اتكلم دلوقتي وقول دلوقتي لانك ما تعرفش هتقابل وجه كريم امتى طبعا وكأنك في الدنيا انت اخر لحظة هتعيشها هي دلوقتي بالظبط. في كلمة كده دايما الامام يقولها صلي صلاة مودع ده حقيقي. حد عمره فكر فيها يعني انا في مرة كده مودع يعني انت كأنك وانت بتقول الله هو مش كأنك هو ده من الحاجات اللي كمان تساعدك على الخشوع جدا يعني فوانت بتقول الله اكبر انت بترمي الدنيا ورا ظهرك
لكن احنا يعني انا اسف والله، بس احنا عارف اللي هو حركات. عشان كده النقطه الثانيه، علم ابنك يعني ايه صلاه. يعني لما تقول له الله اكبر، الحته بقى شوف اللي انت بتقول عليها، ارمي الدنيا ورا ظهرك. لو انت اب او ام مش قادرين انكم تعملوها، علموها لاولادكم. قول له سبب نجاحك في التمرين واللي هيخليك تبقى حد قوي جدا في الكوره، والله العظيم علاقتك بربنا. صح. قول له ده اللي هيميزك. هيقول لك طب ما مش عارف فلان الفلاني وفلان الفلاني ناجحين هم مش مؤمنين بربنا. قول له دي معادلات ربنا في الدنيا. لكن محمد صلاح النهارده طبعا ان شاء الله نحسبه جمع دنيا واخره، لكن النهارده في ناس تانية هتبقى هتاخد نصيبها من الدنيا، وربنا خلي بالك بيبعت لكل انسان رساله. انا على يقين ان ربنا عادل، والانسان اللي يبقى ناجح قوي 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 وانسان بيعمل خير وانسان صح كذا، اكيد ربنا بينور له حاجات احنا مش بتاعتنا. ده حقيقي زي ما ندخلش فيها. زي ما ربطنا حته السعي والعباده مع بعض. الله. طبعا دي ربطناها المره اللي فاتت. في ناس يقول لك عم ده ما بيصليش زي ما انت قلت. وربنا فتح عليه. طب انا بصلي وبتاع. ماشي انت بتصلي بس ممكن تبقاش بتسعى. يعني صحيح والله. لكن النهارده المره اللي فاتت حتى حد من الناس اللي علقت يعني ان قالوا ان احنا قلنا كريستيانو وميسي، فقالوا طب ما في نموذج صلاح. احنا انا بس بقول ان احنا اتكلمنا كتير عن محمد صلاح. فبنقول دلوقتي ان ده انسان ان شاء الله نحسبه جمع ما بين الاثنين. راجل اول ما بيدخل الجود بيسجد، وراجل الحمد لله ان شاء الله نحسبه، والخير راجل بيحافظ على دينه والخير اللي بيعمله في بلده. يعني في النهايه يا جماعه اكسبوا دنيا واخره. فالشباب الصغير النهارده ممكن يفتن مثلا بفلان ولابس حاجه مثلا معينه شكلها مش ظريف، عامل تصرف شويه مش دينا، نقول له لا خلي بالك هنا مش مقاييس بقى، هنا مقياس ربنا في الدنيا مش بتاعنا، ده في الاخره مش بتاعنا. فالنهارده العب على الاثنين. فالنهارده هو ايه المشكله؟ ان نقعد مع اولادنا نقول لهم والله وانتوا بتتمرنوا كوره بتاخدوا ثواب. ما هو كان قبل كده التمرين غلط والكوره دي مش عارف ايه. ما يا جماعه خلونا نصلح، يعني خلينا نقول للاجيال ان والله اللي انتوا بتعملوه ده بتاخدوا عليه ثواب. طب ليه ثواب؟ ليه ثواب؟ هو النهارده لو الشباب ده فاضي، انا والله بتبسط قوي لما اروح ملاعب الاقي ناس شباب كتير قاعدين بيتمرنوا. ما ذكر في الدين يعني علموا اولادكم السباحه وركوب الخيل والرماية. طبعا. فاللي هو ايه؟ اللي هو اشغله بحاجه حلوه، اشغله بحاجه ما بتاخدوش من طريق توديه لطريق تاني. صحيح. فالنهارده لما تيجي تقول له كده بقى تقعده وتقول له خلي بالك والله يا جماعه اعملوا كده مع اولادكم نص ساعه، قربك من ربنا وصلاتك وانت ساجد وانت بتدعي ربنا سامعك وربنا يستجيب ليك. طب يا بابا ادعي بايه؟ بكل اللي نفسك فيه. طب ادعي ان انا يجي لي لعبه كذا. ادعي يا حبيبي. ما تحسسوش ولادكم ان هم بيتعاملوا بلغه تانية مع ربهم. اتعلموا اولادكم ان ربنا بيتعاملوا معاه بقلوبهم. يعني يقول له يا رب انا نفسي في كذا، ما يقول له انا نفسي في كوره كذا. يقول له انا نفسي في الفوتبول الفلاني كذا. يا عم قول له. ما هو لما يتعود روح بخيالك زي ما تروح خلاص. وهو صغير بدا يعرف كده، فلما يكبر هيبدا يا رب ارضى عني. مش لازم ابنك الصغير وهو بيصلي يدعي الادعيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعيها. كان واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا مش عارف ادعي زي ما انتوا بتدعوا. فقال له طب انت بتدعي بايه؟ قال له بدعي ان ربنا يرزقني الجنه. قال له حواليها احنا بنلف، يعني حوالين الجنه احنا بقى بنفضل ايه يا رب ارزق، بنلف حوالين الدعوه. يعني انت جبتها في الصميم يا عم، ادعي زي ما انت عايز. فالشاهد انك لما تعلم ابنك حت يعني النهارده بس ايه ولادنا والصلاه. فلما تعلمه وانت واقف، انت واقف قدام ربنا اللي يغنيك عن كل شيء، ده افضل حاجه في الدنيا. لما تبقى متوكل على ربنا في كل حياتك، انت اجتهد واتعب ربنا هيكرمك بافضل نادي في الدنيا، ربنا هيكرمك بافضل شغلانه في الدنيا، افضل شغلانه في الدنيا ليك. وخلي بالك من دي، بنعلم ولادنا معاني ممكن نبوظ لهم اخلاقهم. مش افضل شغلانه فانت كرهت الباقيين، لا شغلانه ليك انت. ممكن افضل شغلانه ليك تبقى شخص عندك مهنه، افضل شغلانه ليك تبقى شخص موظف بس شاطر في المكان بتاعك، افضل شغلانه ليك تبقى رجل اعمال، افضل شغلانه ليك تبقى لعيب كوره. كل انسان ليه حاجه هو ربنا ميزه بيها. فما تقولوش ايه انت لازم تبقى طالع اشطر واحد في الفصل، انت كرهته في الفصل. لكن لما تقول له انت لازم تكون مميز وتفرح لو حد غيرك بقى كده، بس انت دايما تجتهد انك تتميز، فانت بتربي جواك قيم. فلما تقول له وانت بتصلي طول ما انت على علاقه بربنا فانت متوكل على ربنا بس. فالنهارده نفسك في حاجه ما بتروحش تخبط على باب بشر. يا جماعه الحاجات اللي احنا اشتكينا منها، الحاجات اللي احنا ما لقيناهاش في حياتنا، احنا اول ما بيحصل لنا مشكله قبل ما بنجري على سجاده الصلاه بنروح نجري على بشر. اول ما بنفكر ان احنا نفضفض لربنا بنروح على السوشيال ميديا نعمل استيريوهات ان احنا ناس عندنا كذا.
طب ما نعلم اولادنا ان لا، روح اجري لربنا، محدش هيحس بيك اصلا. يعني اصلا هي دي المشكله، انك بتقول للناس كله هيبص لك كده ويمصمص شفايفه وعرف اسرارك وفي الاخر ما فادكش. اللي كسرك في الدنيا هو اكتر حد مش هيقدر مثلا ان هو يجي يعالجك مثلا يعني، ولما هيجي يعالجك فممكن يعمل حاجه غصب عنه ان هو مش عايز يعملها، بس من كتر ما هو بيعملها علشان خاطر مجرد بس انه عايز يرضيك، مفيش شهر شهرين ثلاثة وبعد كده مش هيقدر يعملها تاني. ففي النهاية محدش هينفعك غير مين؟ غير سجدتك لربنا. فتروح تقول له كده، واحد زعلك صلي مع ربنا وكذا، نفسك في حاجة روح صلي لربنا وادعي. فالنهاردة لما نربط أولادنا في خلال الأجازة نطلع بس نعمل الجدول ونكتب الصلاة الست أيام لحد الجمعة الجاية ونتابع أولادنا، يا جماعة والله العظيم دي الصدقة الجارية، وأعظم صدقة إن احنا نبقى سايبينها في الدنيا، وصدقني مش هنعوز بعديها أي حاجة. يعني يوسف يعني جزاك الله كل خير، ونستفيد منك احنا هنا في انبوكس والسادة المشاهدين كده، وربنا كده يقدرنا ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل المعلومة يا رب. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كده الفقرة، احنا بالمختصر المفيد ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نستثمر في اولادنا، نحاول ان احنا ما نضيعهمش بايدينا. اعمل كل اللي عليك، اعمل كل اللي عليك انك تحاول تحافظ عليه من رياضه ومن دين، وعرفه قد ايه الدين ده مرتبط بالحياه وهو الاسس والاصول اللي احنا بنتعلمها. علمه لما تعرفه الصح من الغلط، عشان الدين قال مع مرور الوقت ومع النضج هيقدر يفهم ويعرف ان انت كنت صح، ما فرضتش عليه الموضوع عافيه. وياريت اختيار الطريقة اللي بتقدر تأثر بيها على ولادك، بلاش العصبية، بلاش الشد، لأن ده ما بيجيبش نتيجة، خصوصا مع الأجيال اللي طالعة ومع التطور التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه. وربنا يا رب كده يحفظ كل الولاد والشباب ومصر ووطننا العربي. كده هتكون خلصت حلقتنا معاكم، وهنشوفكم بكرة في نفس الميعاد، برنامج إنبوكس على صدى البلد، 2 ساعة 6:30. مع السلامة.